حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج، وصلنا معكم اليوم إلى فقرة المشي مع العرفج. لو تذكرون من الموسم الماضي وإحنا نجدد كثيرا في هذه الفقرة، اللي حدث اليوم في المشي مع العرفج مختلف كثير جدا عن طريقة المشي اللي تعودتوها في المشي مع العرفج. اليوم راح يمشي الدكتور عبد الله القفاري مع ابنه محمد. يعني بالعادة الدكتور يمشي مع أحد ويسجله، بالعادة أحد يمشي عن بعد مع الإجراءات الاحترازية لكورونا. اليوم لا، اليوم عبد الله القفاري ولده محمد عبد الله القفاري حيعطونا نموذج لكيف استفادوا من فقرة المشي مع العرفج ومن دعوات الدكتور أحمد العرفج الدائمة للمشي. والجميل أن المحتوى الذي سيقدم في داخلها أعتقد بل أراهن إلى حد كبير أنه من المحتويات المحفزة لمن سيسمع على المشي. مع الشكر والتحية والتقدير لعبد الله القفاري ولمحمد عبد الله القفاري، نشوف المقطع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. امشوا مع العرفج. امشوا مع العرفج، شعار رائع جدا جدا. نكبر الدكتور أحمد على هالبرنامج. ايش رايك يا محمد بالمشي؟ المشي من أهم الأشياء من أجل صحتنا كشكل عاما ولمستقبلنا، وحتى المشي من نوع الرياضة، ومعروف أن الرياضة ممكن حتى تصغر الشخص. يعني أنا عمري 60 سنة بس يتفاجئون الناس. ما شاء الله عليك. سبحان الله. طبعا عندي أنا 3 أركان لا أفرط فيها وراهن عليها: المشي والأكل، نعم، والنوم. النوم، السهر قتل الناس والسبب لكثير من الأمراض. المشي شيء أساسي. طيب كم تمشي أنت باليوم؟ أنا أمشي ولله الحمد ما شاء الله 10 متوسط 10 كيلو ما شاء الله. في الشهر 300 متوسط 300 كيلو في السنة متوسط 5000 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. وأنت محمد؟ أنا لا ما شاء الله 3 كيلو 4 كيلو على اليوم. زين 5 كيلو ما شاء الله. بس أهم شيء إنه لو تمشي بطيء بس تحفزك إنك تكمل وتسمر. نعم. ولا والمشي ينبغي أن يكون ثقافة، لا تروح بس تمشي وتهرول. لا، رح المسجد رجلي، خرجت من المسجد التف من الخلف، رحت الجامعة وقف والمدرسة بعيد مناسبة، جيت لبيتك مو بلازم توقف بالباب، تكلم بالتليفون حين نص ساعة ساعة. نعم. تكلم وانت تدور في الصالة. إذن المشي خلو ثقافة لك. جميل. خلو ثقافة لك في حياتك. جميل. عطنا باللغة الأخرى وش المشي؟ صحة. كاميناري برلاتوة سالودة. لا تنسون وشكرا لكم. شكرا للدكتور عبد الله القفاري، شكرا لمحمد عبد الله القفاري. يعني مقطع استطيع اني اصفه بالملهم. شكرا لهم على قبولهم دعوه يا هلا بالعرفج والمشي مع العرفج. والتعليق عندك دكتور؟ والله الشكر اللي قلته انا اسوي له رتويت. طبعا الاستاذ عبد الله القفاري انا تزاملت انا وياه في بريطانيا، وكان من خيره الطلب اللي يدرسون ومن خيره من استفاد، واشهد لله انه دفع في الدورات حتى يطور نفسه ويطور ابنه يمكن اكثر من 1.5 مليون ريال. مليون ونص، يعني 1,500,000. سبب اني الفقره اليوم هذه جديده انه اول مره اب مع ابنه، نبغى نوري الحميميه المشي، انه انت شجع افراد اسرتك امشي مع ابنك مع زوجتك كذا. هذا ما يخص عبد الله. عبد الله طبعا مدرب مهم، الشركات تستعين فيه، ادارات تستعين فيه، لانه فعلا اذا اردنا نضع مصطلح لا حاله صحيحه لمن يقال عنه اشتغل على نفسي، فعبد الله اشتغل على نفسي وايضا اشتغل على ابني. اما الابن محمد فهو صديقي. هذا الشاب يعني انا اتمنى اني كنت في سنه زيه. 4 لغات، شاب ملهم، اخطبوطي، مليوني في التيك توك، يتكلم بكل جراءه، يشرح، يبسط لك كيف تدرس اي لغه. انا ليتني لما رحت ادرس بريطانيا كنت اعرفه عشان يعلمني انه كيف انت تشوف افلام، كيف تبسط الافلام. دائما يطلع في التيك توك ويتكلم. شخصية محبوبة محفزة، شاب ما إلى الآن في الثانية ثانوي، تجيد 4 لغات وملهم أيضا. أتمنى منك يا أبو يحيى أنه الثلث الجاي أو اللي بعده أنك تستوينا مستعد أساعدكم تستضيفون هذا الشاب كنموذج على أساس نوري الناس أنه ترى السعودية مليئة بالخيرات. طبعا في آلاف زي محمد لكن ما اكتشفناهم. بكل سرور. يعني 4 لغات في سن مبكرة، الله يوفقه. لا موهوب في الحديث، ما يمكن تسالف معاه، ما شاء الله متدفق وكله معلومات. أنا في التيك توك والله أتابعه الصباح أول ما أقوم أسمع كلامه محفز، بيطلع لك من الشاشة بالنشاط ما شاء الله.